بنفس السلاح يجب ان تلعب امام البرتغال، ان تهاجم، ان تغامر، لان البرتغال سيترك لك اللعب، سيترك الكره في بعض الاحيان. وجب السلاح فانتبع. الركنيه مصيري السادس، اضافه الى شريط اليابيق، الاسم التي تجيد الضربات الراسيه. تلعب هذه الركنيه الراسيه، ولكن مرت عاليه يوسف مصيري. اول فرصه تاتي للمنتخب المغربي، ركنيه بركنيه سريعه على من الجميع، ولكن هنا التركيز كانت عاليه بعض الشيء على يوسف مصيري، كانت عاليه بعض الشيء، وبالتالي صعب ان يركز امام مرمى الحارس ليجيدو كوستا. وصلت الكره، البرتغاليه تمشي ناحيه الاعداء.